ولكن للأسف هناك البعض من الخصوم ممن ادعى أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يحقق صفات النبي الحقيقي، وذلك لانغماسه والعياذ بالله في أعمال الظلم من حرب وقتل للأبرياء وأخذ للنساء والسبايا. لتوضيح هذا الأمر أكثر وللإجابة عن هذا الإدعاء ولإجابة هذا الإدعاء، أطلب من الأستاذ جمال أن يجيب هذا السؤال. جزاكم الله حسن الجزاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً، الحروب الإسلامية كانت في أصلها دفاعية ولم تكن عدواناً وظلماً كما يصف خصوم الإسلام، لأن مشروعية القتال غايته صد عدوان المعتدين حصراً. وقد جاءت الآيات في مشروعية القتال لتبين علة وجوبه في قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج، يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذن هذه يعني نصوص واضحة تعلل غاية القتال في الإسلام، وتبين الفئة التي تقاتل أي التي تعتدي ويعني تسل السيف لقتال المسلمين. وبين الله تبارك وتعالى بجلاء أنه لا يحب المعتدين أي الظالمين بوضوح تام كما هو واضح. أما مسألة الأسى والسبي في الإسلام فلا يجوز بحال في تعليم القرآن الكريم إلا في سياق الحرب المعلنة وفي ميدان حرب ضروس، حيث يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ثم القتال في الإسلام فضلا عن هذا كله فله قواعده، وهو أكثر إنسانية من إله الكتاب المقدس الذي أجاز قتل النساء والأطفال، كما نجد في حروب موسى ويوشع وغيره، بينما الإسلام ينهى عن ذلك كله. أذكر في هذا الباب ما ذكره المسيح الموعود عليه السلام في بيان الحروب الدفاعية في الإسلام، حيث يقول حضرته: عندما يتكلم المسيحيون مع أحد عن الإسلام يتحدثون عن الحروب الإسلامية، مع أن نظير حروب يوشع وموسى موجودة في عندهم، وهي أكثر عرضة للاعتراض من الحروب الإسلامية بكثير، لأنه يمكنني أن أثبت أن الحروب الإسلامية كانت دفاعية كلها ولم تكن فيها شدة وقسوة قط مثل حروب موسى ويوشع. وإن قالوا بأن حروب موسى ويوشع كانت تمثل عذاب الله لقلنا: لماذا لا يقرون بأن الحروب الإسلامية أيضاً مثلت عذاب الله؟ ما هو وجه ترجيح حروب موسى؟ بل الحق أن في حروب الإسلام تخفيفاً كبيراً مقارنة مع حروب موسى، والحق أنه لما كان هؤلاء الناس يجهلون نواميس الله فرحمهم الله تعالى كثيراً مقارنة مع معارضي موسى، لأنه غفور ورحيم. ثم يذكر عليه السلام الميزة الأخرى في الحروب الإسلامية مقارنة مع حروب موسى، يقول أن أهل مكة آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأشد الإيذاء، وعذبوهم يعني عذابا يعني شديدا إلى 13 عاما متتالية، وقتل العديد منهم ومات بعضهم نتيجة تعذيب شديد. لا يخفى على دارسي التاريخ أنهم أهلكوا بعض النساء المسكينات بتعذيب شديد،
بحيث ربطوا مرأتين بجملين وساقوهما باتجاهين عموما. ويذكر المسيح الموعود على اسم المآسي التي تجرعها المسلمون. ثم يذكر عليه السلام مقاصد يعني قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف عانى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه من تحمل الإيذاء بصبر وجلد إلى آخر هذا الأمر. فالأخي أستاذ عماد، أعود فأقول باختصار، هذه الاعتراضات التي يقدمها يعني خصوم الإسلام لا تقوم على أساس الوقوف على ما جاء في القرآن الكريم من حيث تعليم الحروب، ولا تقف كذلك على المعايير التي بينتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه الشريف في ضوابط القتال، وهذا إن شاء الله ما سيتبين لاحقا بحوله تعالى. وبارك الله فيكم.